السلام عليكم، معكم شاب ميمون صغير من مدينة وجدة. الآن احنا نتواجدوا في مدينة السعيدية بفصل الصيف، وكان بغي نشكر قناة شوف تيفي على الاستضافة ديالها، وهذا أول ظهور ديالي في شوف تيفي. كما كتشوفوا وضعية الفنان المغربي بصفة عامة كيعاني بسبب كوفيد 19. رغم ذلك رحنا دايرين المجهود الجبار باش ما نغيبوش على الجمهور ديالنا، لا في اليوتيوب ولا في لي باج تاع فيسبوك. الحمد لله كنخدموا اعمال باش ما نخليوش الجمهور ديالنا ينسانا. الاعمال الجديده ديالنا، يلا هذا الشهر خرجت اغنيه مع زكي السحار استوديو بنغالو مع فريق عمل كبير اللي ضمن ابراهيم بنغالو، زكي السحار، ميمون القلال، وعلاء بارولي الكاتب كلمات الكبير، كاتب كلمات جزائري اللي خدم مع بزاف تاع الفنانه، منهم شاب جليل، منهم شابه ورده، يعني كاتب كلمات كبير. وراه جاي عمل جديد ان شاء الله مع زكي السحار اللي نوجه له التحيه على المساعده ديالو والمسانده ديالو، لانه من احسن العازفين في المغرب. هذيك راه حاجه باينه، ملك الراي الشاب خالد. بالنسبه لشي وحدين، انا كنسمع ملك الراي المغربي سامي راي، وإلا كان هو ملك الراي سامي راي، فين ديروا يونس الغازولي، فين ديروا عدلي، فين ديروا رامي لاباش؟ يعني كاينين فنانه اللي انا مانيش نكلاشي، لحقاش انا اصلا ما كنعرفوش، ويعني فنيين كما كنقولوا كنعرفوا هكا سير يوتيوب ولا، مي زعما يعني ما يحتاج كما نقولوا هذاك اللقب، باسكو كاين ديزارتيست اللي كبار عليه بزاف اللي كنكن لهم احترام كبير، كما قلت لك بحال يونس الغازولي، عدلي، رامي لاباج. كاين فنانه في مدينه وجده اللي ما باينينش مالغري دي غرون ارتيست، يعني لا اداء ولا صوتا ولا، منهم سي هشام نعيم، منهم كماسيخه، منهم مولاي علي الملقب مولاي علي مونتي كريستو، كادر الشريف. كاين بزاف تاع الفنانه بدون لغه حق. اش غادي نقول؟ لا صراحة عنده يغني، داير سميتو يغني، عنده أغاني زوينين، مي بالنسبة للكلمة تاع ملك الراي لا، لحقاش كاين. أنا بالنسبة لي أنا عندي فنانة اللي كبار عليه بزاف هنا في المغرب، خليني ملك الراي الحقيقي شاب خالد. أنا كنهضر لك على فنانة منهم عدلي، منهم رامي لاباج، منهم مراد مجود، فنان من أي ناحية، منهم كما قلت لك رامي لاباش، منهم عدلي، المهم بزاف. دوزي من احسن الفنانين صوت وخلوق، وصراحه انسان اللي ما كتشوفش ولا كتسمع عليه شي حاجه اللي ماشي مزيانه، بوكوا با، علاش لا؟ راه اي واحد يتمنى. راه ماشي دوزي ولد بلادنا ولد مدينتنا، ولكن اي واحد يتمناها صراحه. شوف تيفي نقول لها استناونا، راه جاي جديد مع فريق عمل كبير اللي هو زكي السحار، ابراهيم بنغالو، علاء بارولي، المهم كاين بزاف. الاغنيه سميتها العشق طاح عليا، وهاد الاغنيه دخلت عليا عندها شي حوايج اللي كيما نقولوا حوايج بيرسونيل ديالي. واش غادي نقول لك؟ وعدتها باش تبقى سكري. نوجه لها التحيه.